في لقاء اليوم في التاسعة الحقيقة بنحاول دايما في يوم الخميس ان احنا ناخدكم في نهاية الاسبوع مجموعة من الفقرات والاخبار تكون مختلفة نلتقي فيها ونتوقف مع اكثر من فقرة متنوعة علشان برضو نقدم لحضراتكم كده توليفة تسعدوا بيها باذن الله في الخميس في لقاء اليوم النهاردة هنتوقف اكيد مع تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية اللي شرفوا بالحضور رئيس عبد الفتاح السيسي و حنتوقف ايضا مع التعليم وهنتوقف في الفن لينا محطه كده فنيه مع الملحن عمرو مصطفى ولينا ايضا محطه فنيه في نهايه التاسعه مع المسرح وهنتوقف ايضا مع محمد صلاح ونشوف ايه حكايه الهاتريك اللي بتتحدث عنه كل الصحف البريطانيه والمصريه ونقف وقفه رياضيه مع حضراتكم قبل ان ابدا الحديث عن دفعات جديده من معاهد وكل المعاهد العسكريه وكليات العسكريه خليني الحقيقه انا تابعت يعني منذ ايام كان في حفل خاص باكاديميه الشرطه واليوم كان في ايضا حفل خاص بكليات العسكريه والمعاهد العسكريه وكنت سعيده سعاده كبيره جدا اولا للمستوى عايزه اقول المختلف المستوى المتطور جدا للطلبه والطالبات وحقف عند الطالبات انا كنت سعيده بجد انه بدا يكون عندنا بنات بتلتحق بالمؤسسات سواء الشرطيه او العسكريه وده بيديني انا يعني كده دفعه بانه هذا المجتمع يتقدم كثيرا كثيرا والبنت وهي واقفه وهي ماشيه سواء في اكاديميه الشرطه البنات وهم بيخدموا صحيح إن عندنا دفعات قديمه ولكن العدد في تزايد وده بياكد بانه البنت المصريه حقيقي هي يعني قد الموضوع وهي كمان تقدر تعمل حاجات كتير جدا نفس الشيء النهارده ايضا شفناه مع ايضا الشابات والفتيات الملتحقات بالكليات العسكريه والمعاهد العسكريه وده بيؤكد كمان ان المراه المصريه موجوده في كل المجالات وتبدع وتشارك مجتمعها طول الوقت